مرحبا بكم أعزائي الطلاب في مادة الفنون البصرية للصف الثالث الابتدائي في درس جديد بعنوان يوم في البر. معايير ومؤشرات درسنا لهذا اليوم في مادة الفنون البصرية. من أهداف درسنا لهذا اليوم أن يعرف الطالب مصطلح الاتزان في العمل الفني، أن يلاحظ الطالب الاتزان في الأعمال الفنية المعروضة، أن يرسم الطالب موضوع يوم في البر مراعياً الاتزان والألوان المناسبة. مرحباً، أنا محمد. أحب دائماً أن أذهب مع أسرتي إلى البر لقضاء يوم جميل وممتع. نلعب ونلهو ونستمتع بهذا اليوم، ولكن لا ننسى بنهاية رحلتنا أن نحافظ على البيئة بعدم رمي المهملات بالبر لنحميها من التلوث. بعد سماع محمد، ماذا تتوقع أن يكون موضوعنا اليوم؟ أحسنتم! يوم في البر. انظر، لاحظ، ثم فكر في طريقة توزيع العناصر باللوحة. هيا هيا، فكر. أحسنت! لقد قام الفنان الصغير بمراعاة أسس التعبير الفني في اللوحة. لاحظ هنا، قد قام بتوزيع العناصر بشكل متساوي ومنظم، وكيف وزع الأشخاص والأشجار والحيوانات. أيضاً، قام بتوزيع الألوان بشكل عادل ومناسب، فهنا وزع الألوان الباردة والحارة والفاتحة والغامقة، مراعياً الاتزان في اللون. إذاً، من يعرف لي الاتزان؟ أحسنتم! إجابة صحيحة، رددوا معي. هو التوزيع العادل ككفتي الميزان. نحن الآن نتحدث عن الاتزان. هل يا ترى نرى الاتزان من حولنا؟ فكر قليلاً. نعم، نرى الاتزان في الطبيعة في توزيع العناصر هنا مثل الأشجار والنباتات والسحب والتلال، وأيضاً الاتزان في توزيع أحجام وأشكال العناصر مثل القريب والبعيد، الصغير والكبير، مثل الأشجار والنباتات. وكذلك نرى الاتزان في توزيع الألوان، فكل شكل له لونه الخاص. هنا محمد، لنستمع ماذا يقول. في حصة الفنون البصرية تعلمت أنه من أسس التعبير الفني الاتزان، لذا قمت برسم لوحات جميلة بها الاتزان. ففي هذه اللوحة الأولى قمت بمراعاة الشكل مثل الأشجار، وفي الصورة الثانية قمت بتوزيع الألوان بصورة متزنة بألوان حارة وباردة. أما في الصورة الثالثة، بالإضافة لما سبق، قد قمت بمراعاة الأحجام والأبعاد، كبير وصغير، قريب وبعيد. والآن عزيزي الطالب، تذكر معي بعض المصطلحات من خلال هذا السؤال. صل التعريف الصحيح بالمصطلح المناسب. رقم 1، الخط الذي يوضح مساحة الخلفية والأرضية، السماء والأرض. 2، التوزيع العادل ككفتي الميزان. هل هو الاتزان أم خط الأرض؟ أحسنت، بارك الله فيك، إجابة صحيحة. الخط الذي يوضح مساحة الخلفية والأرضية، السماء والأرض، هو خط الأرض. والتوزيع العادل ككفتي الميزان هو الاتزان، بارك الله فيك. يعبر الفنانون عما بداخلهم برسم لوحات جميلة، ولكن يراعوا أيضاً الاتزان في رسم اللوحة. لاحظ هنا توزيعهم للعناصر مثل الخيمة والنباتات والجمال، بعضها قريب وبعضها بعيد. وكيف لونها بألوان مناسبة مثل ألوان باردة وحارة، فاتحة وغامقة. هنا نرى أن الفنان يراعي الاتزان. هنا نرى لوحة
للفنان حسن بوجسوم، وهو فنان تشكيلي قطري مهتم بالتراث، قد استوحى لوحاته من البيئة القطرية. والآن عزيزي الطالب، لنجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، ضع علامة صح أسفل اللوحة التي تعبر عن البيئة القطرية، وهل يوجد بها اتزان؟ لنلاحظ الصورة رقم 1، الصورة رقم 2، الصورة رقم 3. هيا فكر معي. أحسنت، إجابة صحيحة، الصورة رقم 2 صورة معبرة عن البيئة القطرية، وهل يوجد بها اتزان؟ نعم، لأنني أرى اتزاناً في توزيع العناصر بطريقة جيدة، وأيضاً بها توزيع للأبعاد، فإنني أرى القريب والبعيد، وأيضاً أرى الاتزان اللوني، لأنني أرى الألوان الحارة والباردة. السؤال الثاني، اذكر لي اسم فنان تشكيلي قطري قام برسم هذه اللوحات. هيا هيا فكر. أحسنت، إجابة صحيحة، الفنان حسن بوجسوم. والآن لنتعرف معا على الأدوات المستخدمة في درسنا لهذا اليوم، مثل قلم الرصاص، كراسة الرسم، الألوان الخشبية أو الألوان الفلوماستر. عند رسم الموضوع يتم التأكيد على رسم خط الأرض الذي يوضح مساحة الخلفية والأرضية، فنبدأ هنا برسم خط الأرض ونوزع العناصر في رسمة الخيمة، ونركز على توزيع الأشجار وبعض التلال في الخلف، وأيضاً الاتزان من خلال توزيع العناصر والأشخاص والأشجار والألوان بصورة متوازنة ومتساوية، فهنا أقوم بتوزيع جميع العناصر بشكل متساوي وعادل، وأيضاً استخدام الألوان المناسبة والتلوين بصورة منظمة ومرتبة، فهنا نبدأ بالتلوين فأختار الألوان المناسبة وألون بطريقة مرتبة ومنظمة. والآن أعزائي الطلاب، لنشاهد الفيديو التالي لنتعرف على خطوات رسم الموضوع وطريقة توزيع العناصر بالطريقة الصحيحة.
أعزائي الطلاب، انظروا ولاحظوا كيف قام بعض أصدقائنا بتوزيع العناصر والألوان بطريقة مرتبة ومنظمة وملونة بطريقة جيدة من خلال الأعمال التالية. وهنا نشاهد نماذج أخرى لأعمال الطلاب السابقة. نلاحظ معاً طريقة توزيع العناصر والألوان بطريقة جيدة ومنظمة. والآن أكمل الفراغات التالية بالكلمة المناسبة مما بين القوسين: الاتزان، حسن بوجسوم، خط الأرض. السؤال الأول: هو فنان تشكيلي قطري؟ أحسنت، إجابة صحيحة، هو الفنان حسن بوجسوم. السؤال الثاني: هو التوزيع العادل ككفتي الميزان. هيا هيا فكر. أحسنت، الاتزان، إجابة صحيحة. لنتعرف على واجبنا لهذا اليوم: ارسم لوحة عن موضوع يوم في البر محققا بها الاتزان، ثم لون الدرس بالألوان المناسبة وقم برفعه على برنامج التيمز. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. نراكم الدرس المقبل، إلى اللقاء.